يجيبوا لنا غذاء. وجود النازحين في ممرات المستشفى يعيق عمل المنظومة الصحية من حيث الدخول إلى الخروج والدخول إلى قسم الطوارئ أو قسم الأشعة أو بقية أقسام المستشفى. فهنا تولدت الفكرة أن نقوم بإجلاء المرضى الذين انتهت عملية العلاج لهم وأهليهم، بالإضافة إلى النازحين في الممرات، إلى مخيم يعني يحتوي على مقومات تعينهم على البقاء والاستمرار. فهذه كانت الفكرة، ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد في عملية اجتياح أو ما يشاع حول ذلك. وكما أبلغنا هنا في المستشفى سيتم نقل النازحين، هنا ما يقارب 20,000 نازح في مستشفى غزة الأوروبي، سيتم نقلهم كافة إلى منطقة مواصي خان يونس. اكتظاظ ونزوح وقتل وتشرد، هذه الحالة اللي هي نقلنا للأمانة بتدب في قلوبنا الخوف والذعر، إنه إحنا بدنا نتشرد كمان مرة، منطقة لا نعرفش شو فيها. ولكن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تنتهي الحرب قبل أن نعيش حالة تشرد وقتل وإبادة جديدة. احنا عينا نايمين في ممر، اول حاجه احنا صح متضايقين، بس يعني اهون من مكان ثاني، احسن من في كهرباء، في ميه. بعدين ابني عشان كل مره كل فتره بتعب، بضلنا حواليه، حابه ان اضلنا انا في المستشفى عشان ابني. عايشين مع المصابين.